بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. نحن تعاملنا مع دول العالم حسب ما تعاملنا هذه الدول. إن أحسنت التصرف معنا أحسن التصرف معها، وإن حاولت أن تسيء لنا، من طبيعة الأمور لابد أن يكون الدفاع عن النفس واجب شرعي. قامت تجمعات من الحجاج الإيرانيين بتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله، وأوصدت منافذ الطرقات، وعطلت مسالك المرور، وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق إلى مصالحهم وشؤونهم، كما أفسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام. ثانيا، عندما ضاق صدور المواطنين والحجاج الآخرين المحتجزين عن الحركة بسبب المسيرة الغوغائية، حاولوا التدخل عن طريق التفاهم السلمي مع مقدمة المسيرة، وألحوا لهم في رجائهم بإفساح الطرق أمام النساء والأطفال المحتجزين في سياراتهم، إلا أن الإيرانيين أصروا على مواصلة المسيرة وسط هتافات توجه المتظاهرين إلى بيت الله الحرام. هنا حاول رجال الأمن الذين كانوا يقفون على جوانب طريق التظاهرة منع المواطنين وبقية الحجاج من الاصطدام بالإيرانيين المتظاهرين، حرصا على سلامتهم ودرءا للشرور. فما كان من المتظاهرين إلا أن استخدموا ضد رجال الأمن بما كانوا يحملونه في أيديهم وبين ملابسهم من العصي والمدى والحجارة. وعندها صدرت الأوامر لسلطات الأمن المختصة بالتصدي للتظاهرة وفضها وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. وعلى إثر ذلك تراجع المتظاهرون في اندفاع فوضوي إلى الخلف
حيث تساقط العشرات من النساء الذين كانوا وسط التظاهرة تحت أقدام المتظاهرين، كما تساقط عشرات من الرجال الطاعنين في السن الذين زج بهم قسرا في هذه الأعمال الإجرامية. وما هي إلا لحظات حتى اختلط رجال الأمن والمواطنون بالمتظاهرين الذين أخذوا في حرق السيارات والدراجات وتحطيم عربات الأمن والمواطنين ومحاولة تحطيم بعض البنايات وإشعال النار فيها، لولا أن حال دون ذلك رجال الدفاع المدني. وتمكنت قوات الأمن من تطويق الحادث وفض المتظاهرين وفتح الطرقات أمام حجاج بيت الله والمواطنين. رابعا، أثبتت التقارير الأمنية والوثائق المسجلة صورة وصوتا أن أحدا من قوات الأمن والمواطنين لم يطلق طلقة واحدة على أي حاج إيراني، بل إن الذي ثبت فعلا هو أن عددا من رجال الأمن والمواطنين قد أصيبوا في أمعائهم وصدورهم بواسطة سكاكين كان يخبئها الإيرانيون. خامسا، بلغ عدد الوفيات نتيجة لهذه الأعمال الإيرانية الغوغائية مع شديد الأسف 402 شخصا على النحو التالي: 85 من رجال الأمن والمواطنين السعوديين، 42 من بقية الحجاج الآخرين الذين تصدوا للمسيرة من مختلف الجنسيات، 275 من الإيرانيين المتظاهرين معظمهم من النساء. كما بلغ مجموع المصابين بإصابات مختلفة طبق إحصائية المستشفيات وبيانات وزارة الصحة 649 جريحا، منهم 145 من السعوديين رجال أمن ومواطنين، ومن حجاج بيت الله 201، ومن الإيرانيين 303. أما الخسائر في الآليات والمعدات فهي كالتالي: إحراق 3 سيارات و3 دراجات تابعة لقوات الأمن، تحطيم 10 سيارات من سيارات الأمن والمواطنين والحجاج. وإن وزارة الداخلية إذ تعلن تفاصيل هذا الحادث بكل دقة وموضوعية، فإنها تجدد تحذيرها لكل من يحاول الإخلال بقواعد الأمن أو يتجاوز حدود الآداب الإسلامية في الحرمين الشريفين أو في المشاعر أو خلال أداء المناسك. كما نطمئن حجاج بيت الله الحرام بأننا ساهرون على أمنهم وراحتهم بكل ما نملكه من طاقات وإمكانات، ونسأل الله أن يحفظ على هذا البلد وأهله الأمن والاستقرار. وهذه نماذج مما تم استخدامه من قبل بعض الحجاج الإيرانيين يوم الجمعة 6 من ذي الحجة لعام 1407، وهي كما نشاهد عصي ومواصير حديدية مختلفة الأنواع والأحجام، كانوا يرفعون عليها الشعارات والصور قد استخدموها لضرب الحجاج والمواطنين ورجال الأمن. كذلك نشاهد هنا مجموعة من السكاكين مختلفة الأشكال والأحجام، بل البعض منها يمكن إخفاؤها بالضغط على نابض
والبعض منها ذأت مقبض بواسطة الأصابع، كما كانت النساء يحملن أحجارا بين طيات ثيابهن، وقد اقتلع الرجال بلاطا من الأرصفة لقذف ضيوف الرحمن والمواطنين الذين عملوا على إقناعهم في البداية على فض تجمعهم هذا. هذه أيضا نماذج أخرى من المطارات والأوعية البلاستيكية التي تستخدم للمياه، قد استخدم البعض منها لنقل البنزين لإشعال الحرائق في الدراجات التابعة لرجال الأمن وسيارات المواطنين، وبعضها أيضا عبي بالتراب ليكون تأثيرها أكبر عند الضرب بها. كما إن هناك الكثير من مكبرات الصوت التي استخدموها لتوجيه المتظاهرين ودفعهم للقيام بأعمال العنف للوصول لبيت الله الحرام. عرقلوا حركة السير والمواصلات، ما عاد صارت سيارات تطلع ولا سيارات تنزل، وتوقفت الحركة كليا، وهذا الشارع يعتبر شريان لمكة المكرمة، ما في شارع تاني له. فصاروا يجوا بكثافة جدا واصطدموا مع الجمهور. الجمهور كان واقف، وفي منهم اللي معاه مريض، وفي منهم اللي معاه طفل، وفي جو بدهم يتعدوا. طبعا توقفت الحركة مانعينهم، فجو نازلين بكثافة رهيبة، فجو رجال الأمن وقفوهم على انهم يتوقفوا علشان يسمحوا لسيارات تعدي، فامتنعوا عن هذا الكلام. بعدين صرنا شفنا حاجات بتترمى من فوق، يعني تجينا من العلو، بيقذفوا حجار وفي أياديهم العصي هذه اللي شايلين لا 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 الأعلام، وشايلين فيها دول الصور حقت زعمائهم ونادوبهم، ساروا يخبطوا بها الناس. وسار الرئيس حقهم يقول لهم أقدموا إلى الحرم، أقدموا، أهجموا، انتحروا إلى الحرم، إلى الحرم، إلى الحرم. وهو كل ما أخبرهم بالإذاعة، وهم كل ما زاد الضرب على الجنود، وزاد الضرب على الأهالي، وزاد الضرب على الحجاج. الإيرانيين جونا من هنا بحجارتهم وبعصيانهم، جونا على هنا وحد حجار وشالوا سيارة تاكسي صغيرة كده، ما أدري شو اسمها، جو قربوا هناك ولعوا بنيتهم، دفوها دف يعني بالهذا ولا كيف؟ كسروا الماسورة حقت البنزين، كسروا الماسورة وجابوها تحت السيارة هذه. أي عند المواقف، عند الموقف هنا. فكرة منهم بدهم يحرقوا الموقف هذا. بعدين جابوا موتوسيكل كان فيه هنا دباب، كسروا وولعوا فيه وزفوا تحت السيارات، دفوا تحت السيارات يبغوا يولعوا. ليش؟ ما ندري هم يعني ليش كسروا وشغلوا وشعلوا، وولعوا اجوا اشعلوا النار، ما تعرف اهم حاجه عاوزين يخربوا، يعني يخربوا في البلد، يبغوا يسووا حريقه يعني؟ يبغوا يخربوا الحريم حقهم، لافين الشراشف، وكل واحده حملت لها كيس فيه حجار، معاهم سكاكين ومعاهم حجار ومعاهم عصي مواصير، مواصير حاطين فيها الأعلام يتضللوا بها، وبعدين سلتوا الأعلام منها وصاروا يضربوا الجنود والشعب والحجاج. يعني الهدف قتل الناس؟ قتل الناس. قالنا أنهم كمان رموا واحد عسكري من فوق الجسر، واحد مسعف شالوه تعاونوا عليه ورموه من فوق الجسر، هذا اللي يطل على المسجد، المسجد الجن، رموه من على الأرض، من فوق الجسر على الأرض بدون ما يسوي لهم شيء، بدون أي شيء كان، بل إنه المسعف نادر لإسعاف واحد شخص من جماعتهم، المسعف نادر يسعف واحد من جماعتهم طايح في الأرض، هذا اللي لابس بدلة الأمن، هذا لابس بدلة الأمن ونادر يسعفه معاه، حتى معاه يعني كولونيا يدهله عشان الدوخة معاه، نادر يسعفه، نزلوا وشالوه من الأرض وطلعوه على فوق الجسر ورموه من فوق الجسر على الأرضية، يمكن وسطه انكسر في هذا، في هذا الموضوع. وجوا هنا كسروا سياراتنا كلنا، يمكن 40-50 سيارة كسروها من ضمنها سياراتنا، احنا كسروا قزاز وحاولوا يدخلوا أياديهم ويفتحوا الكيلون عشان يدخلوا، وبالفعل فتحوا ودخلوا أياديهم وهجموا حوالي 30 نفر، ناس طلعوا للأسطحة وناس دخلوا في الغرف عند دخلوا البيت عندكم؟ ايوه دخلوا، حتى في قزاز تكسر جوا، كسروا قزاز وكسروا الشبابيك، حتى هذول كلهم كسروا حاطين لها. نعم نعم شيء. الجمهور طبعا ما قدر يتمالك اعصابه، وشاف انه دول جايين يخربوا بطن البلد،
وناس متسترين خلف الحج وجايين يأذوا البلد هذه، وإحنا في أمان ولله الحمد طول عمرنا عايشين إحنا وأهالينا في أمان. هذا بلد آمن، حجاج ووفود وضيوف، ما هو هذا بلد مو حق كلام زي كده. فمن لديه يعني ذرة إيمان أو ذرة إسلام في قلبه لا يفكر في هذا، خصوصا في بلد الله. يعني نحن نقول هذا الكلام بصفة عامة لجميع مناطق المسلمين أو بلاد المسلمين، فما بالك إذا كان التعدي على حرمات بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي أشهر وفي الحج بالذات يوم الله سبحانه وتعالى. اقرأ في سورة الحج، ومن قرأ سورة الحج من أولها إلى آخرها يجد التنبيهات والتنويهات من الله سبحانه وتعالى، والله عالم بما سيجري في الدنيا وما سيقع فيها. فكأنه ينبه العباد ألا يتخذوا الحج وسيلة لأغراض نفسية وشهوات نفسية وأهواء ودعاوي باطلة. اقرأ في سورة الحج من بدايتها إلى آخرها توجيهات وإرشادات وإعطاء صور كاملة على ما يجب عليه أن يكون المسلم. اتضررت أنا جلال، ما اتضررت، شلنا الجرة وشلنا التميس كله ورخينا الشراع وصرنا واقفين. احنا من فضل الله طول حياتي وانا طفل ما نعرف نسق باب بيتنا في الليل، باب بيتنا ما ينسق في الليل. انا اروح اسمر عند اصحابي وعند بشكتي اخواني كذلك، يجوا في اي وقت من الليل يفكوا الباب ويجوا يطلعوا، باب ما في شيء مسكوك. فما احنا متعودين على حاجة زي هذا. انا لما احلم عليك ولما نتأنى معك ليس ضعفا مني، واتقوا ثورة الحليم، فأنا صبرت عليك وصابرت وأثبت للعالم أنني صاحب نية وصاحب عقيدة سليمة لا أريد الإيذاء للآخرين. ولكن لما زادت المسألة، تصور يا أخي لو أن هذه المجموعة من الحجيج اندفعت بكلكلها إلى المسجد الحرام، ماذا كان يحدث؟ بدون يعني لنفرض أنه ليس هناك قتلا وليس هناك ضربا من قبلهم ولا شيء من ذلك، ما الذي يحدث؟ سيندفعون الحجيج وفي الحرم مئات الألوف، يعني قد يتبادل إلى الذهن بالاندفاع والضغط قد يهدم بيت الله. ألا يتصور هذا؟ 150,000 ينطلقون مندفعين بهتافات وشعارات وحواليهم أناس من النظام الإيراني يشجعونهم على ذلك ويدفعونهم إلى ذلك، وإن لم يفعلوا كذا وكذا وكذا ماذا بقي؟ لمات مئات الألوف من حجاج بيت الله. وهل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والله كنا ننتظر ونستغفر الله سبحانه وتعالى، نستلطف الله سبحانه وتعالى ألا تنزل علينا صاعقة أو ينزل علينا بلاء كبير، لأن البلاء إذا نزل عم ويشمل الصالح والطالح. وهذا لا شك الذي فعلوه لا يقره إسلام ولا دين ولا عقيدة ولا شيء من هذا. يا أخي أنت في دارك لو جاءك أي ضيف مثلا وحببت أن تكرمه شيء من هذا ولمحت منه أي تأثير أو أي مؤثر، يا أخي فما بالك في بيت الله، في بلد الله، في مهبط الوحي. كل شبر من مكة مقدس. لقد وجه النظام الإيراني وبكل أسف أعوانه وعملاءه الذين اندسوا بين حجاج بيت الله الحرام مستخدمين السكاكين والهراوات والحجارة والأدوات الحادة ورفع الشعارات والهتافات حول بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. هل وعى النظام الإيراني المعنى الكبير والعميق؟ كل المسلم على المسلم حرام، وهو أن لا تراق الدماء الزكية الطاهرة في أقدس بقعة على وجه الأرض. المسلم الصادق العقيدة والإيمان هو الذي يتمسك بالكتاب والسنة وبتعاليم الدين الحنيف الذي ينهانا نهيا قاطعا عن الإساءة وإيذاء وإضرار أبسط الأشياء، حتى أنه يحرم على الحاج قص الشعر وتقليم الظفر وقطع الشجر والصيد. وهو بهذا الالتزام يتذكر ارتباط الإسلام بالأمان في كل شيء، الأمان والسلام الذي جاء به هذا الدين وربى عليه أبناءه بشتى أنواع طرق التربية والتهذيب. ولكن أعوان النظام الإيراني والذي لم يعي هذه المثل والقيم الإسلامية الرفيعة عمل بعكس تلك القيم، فأشاع الفوضى وأضر بأبناء جلدته وبحجاج بيت الله الحرام وبمواطني البلد الآمن عندما أخذ يغتال تلك القيم وتلك المثل في البلد الحرام وفي الأشهر الحرام. في عندي هنا الأوراق اللي تثبت أني أنا صرفت للبعثة الطبية قبل 4 أيام بالذات، صرفت ليهم 50,000 كبسول ريفادين عشان مقاومة الالتهابات،
والكبسول هذا و50,000، وقبلها صرفنا لهم 7,000 كبسول، وصرفنا لهم بعض العدوى أيضا، ولدينا سجلات كثيرة في الواقع. زارة فوت مقامات بمرستان زحمت كشتن وهمي بمر بوردن براي عرفات. بعد خوشبختاني مرفتين براي عرفات، الحمد لله رب العالم. در عرفات یه برادر دکتری پلوی من نشسته بودن، ایشون کمک کردن به من، به کمک ایشون رفتیم برگشت. همه چی بله آورد، همه چیز آورده بودن اونجا، حتی تزریقم اونجا کردن به من چون حالم یکمی بد شد، ولی کمک کردن تا رمیو انجام دادیم الحمدلله رب العالمین. لقد تحمل المسؤولون بالمستشفى مشقات كبيرة في يوم عرفة، حيث ذهبوا بنا إلى عرفات، وذلك من حسن حظي وأحمد الله بذلك. وكان برفقتي طبيب خاص لمساعدتي هناك، وكانوا قد اتخذوا كل الترتيبات حيث لم يكن شيء ناقصا. وحين ساءت حالتي أعطيت لي حقنة، وكذلك ساعدوني في رمي الجمرات، والحمد لله رب العالمين. في هذا العام قمنا بتحجيج أكثر من 700 حاجي، منهم لا يقل حوالي 37 حاجي إيراني. حججناهم وصلناهم إلى عرفات ونزلناهم على مزدلفة ولموا الجمرات من مزدلفة، وصلناهم على منى وتوكلنا عن بعضهم برجم الرجم لجمرة العقبة. توكلت عن الحالات التي لا تستطيع أن نعم لا تستطيع أن تنزل من السيارة. وعدناهم مرة أخرى إلى مستشفياتهم، وفي نفس الوقت أن هم طلبوا مننا سيارات تكون مكشوفة، وجبنا لهم سيارات مكشوفة على حساب وزارة الصحة، وأعطنا وهناك فرق كاملة إسعافية مشيت مع القافلة، والقافلة يمكن أكثر من 20 سيارة غادرت مكة في عصر يوم 9 لحج هذا العام 1407. السلام. سلام علیکم، شما خوبه؟ سلامتی؟ الحمدلله. شما اسم شما چیه؟ بیجت. از کدام شهر ایرانی؟ از هم خود شیراز. اسمی بهجت من مدینه شیراز. وقت دیگه با آوردنم زور رسوندنم تو بیمارستان پهلو حرم هستا، بازن اون چه ازارگرن و نیزشن که بزن بشن سه شبه همون چه بودن ده شبه همون هم پذیرهای خیلی کردن، هم سنگین ها آزون کردن اینا. بعد آوردن هم ای بیمارستان خیلی پذیرهایی کردن، خیلی بهشون خیلی تشکر میکنم، خیلی راضی هستم، خدا نگهشون بذاره. نقلت اولا الى المستشفى القریب من الحرم، ثم بعد ليلتين جاؤوا بي الى هذا المستشفى، وأنا راضية من الخدمات التي تقدم لي هنا، ربنا يحفظهم وأشكرهم جدا. برادستانا که همشون خیلی با ایمان هستن، خوب هستن، می بیمارستان خیلی خوبه، رجوع بهش بکنه، چی بکنه اینا بکنه، خیلی رسیده میکنه، رسیده ایشون خیلی خوب، خود دکتراش هم خیلی خوبه. رسالتی الى الاحباء أن يراجعوا هذا المستشفى لأن أطباءه جيدون، وشكرا. وبعد هذا كله نحن نسائل العالم، نسائل الدول المستقلة، الدول التي تحترم قوانينها وتحترم أنظمتها الداخلية، نسائلهم جميعا، هل من دولة تقبل أن تستقبل على أرضها ضيوفا جاءوا لسبب من الأسباب، ثم يقوم هذا الضيف بانتهاك الأنظمة واختراق القوانين، ويقدم بكل بشاعة وإصرار على أعمال الشغب والتخريب، وعلى مسمع ومرأة من سلطات تلك الدولة، ثم يهم باقتحام وانتهاك مقدساتها الدينية؟ هل من دولة مستقلة تقبل من دولة أخرى أن تجري مظاهرات سياسية وهتافات معادية على أرضها، أم أنها ستدافع ضد هذا
بكل ما تملكه من وسائل الدفاع لديها، خاصة وأن المملكة العربية السعودية قد شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين والمحافظة على أمن وراحة ما يقارب من 2 مليون حاج يؤمون بيت الله الحرام في كل عام. فهل من العقل أو المنطق أن تقدم على أرضها دولة أجنبية أخرى بمثل هذه الأعمال التخريبية، وأن تزج بما يقارب من 60,000 غوغاء من عملائها وضباط جيشها وحراس ثورتها لإثارة القلاقل والفتن على أرض هذه البلاد وفي مقدساتها الإسلامية؟ ولقد وفرت المملكة العربية السعودية كل أسباب الأمان والراحة للحجاج الإيرانيين، وقبلت من إيران هذا العدد الضخم على أرضها، ومكنتهم من أداء فريضتهم وبكل يسر وسهولة، ولطالما تجاوزت عن أخطائهم وتجاوزاتهم في الماضي والحاضر، فما حفظوا ذلك، بل أرادوها فتنة، وأرادوا أن يحققوا تحت ستار الدين وباسم الحج أهدافهم السياسية وأغراضهم العدوانية ذات الأبعاد الشريرة المعروفة لدى الجميع. أرادوها فتنة للإسلام عند البيت الحرام في أقدس الأيام، فسلط الله عليهم أنفسهم وحمى بيته ورد كيدهم إلى نحورهم وغضب عليهم وأحبط أعمالهم. لقد شاهدتم الواقع بأعينكم وشهدتم عليه بأنفسكم، ولنا في أمانة أقلامكم ونزاهة ألسنتكم أمل كبير، وستمضي وسائل إعلامنا في كشف المزيد من أهدافهم ومخططاتهم وكيدهم ومؤامراتهم للباحثين عن الحقيقة والمنصفين لها، وستمضي المملكة العربية السعودية بعون الله وقوته ثم بقيادة الراعي الأمين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الوفي الأمين في أداء رسالتها الإسلامية، متمسكة بتعاليم الكتاب ومستهدية بأقوال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، غير عابئة بما يقولون أو يدبرون، فالله من ورائهم محيط، وكلمة الله هي العليا ورايته الخفاقة إلى يوم الدين. هذا وتتواصل ردود الأفعال العربية والإسلامية والدولية حول أعمال التخريب والعنف التي نفذها النظام الإيراني عبر عملائه الذين اندسوا بين حجاج بيت الله الحرام في أطهر بقعة على وجه الأرض، وتناولت بالتعليق والتحليل الأهداف التي يتوخاها النظام الإيراني من تلك الأعمال الخارجة عن الإسلام من تدنيس للمقدسات الإسلامية وترويع للحجاج. نحن في المملكة العربية السعودية دائما لا نحاول أن نخلق مشكلة، ونحاول أن نطرق الأبواب الخيرة، ولا لحد فضل علينا الحمد لله إلا رب العزة والجلال، ولا نريد من أحد شيء لا منه ولا معروف، ولكن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نتسامح في أي حق من حقوقنا الشرعية، ونتعامل مع أي جهة كانت حسب ما تحسن التصرف من المعاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صدق الله العظيم.